مساء الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ومشاهدي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك. أنا معكم حسين خريس ورواد جرمانوس من أمام قصر العدل في بيروت، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتوقيف الصيارفة يلي منسميهم طبعا الصرافين، في تقريبا 20 أو 18 صراف، في بيناتهم من كبار الصرافين يلي تم توقيفهم وانشالت الحماية السياسية ورفع الغطاء السياسي عنهم ولا يزالون موقوفين حتى هذه اللحظة، إنما الدولار مستمر بالارتفاع حتى هذه اللحظة، أي أن توقيف هؤلاء لم يكن مجديا لناحية تجميد سعر صرف الدولار أو توقيفه عند حده أو فرملته. إلى ذلك كمان هذه الحملة الأمنية على هؤلاء الصيارفة توقفت حتى هذه اللحظة. رح استفسر أكثر من الكاتبة والصحفية فرح منصور في الشؤون القضائية والقانونية بجريدة المدن الإلكترونية لحتى لنعرف أكثر عن هيدا الموضوع. كيف بلشت هيدي الحملة الأمنية؟ شو آخر مستجدات التحقيقات؟ ولماذا توقفت؟ بداية حسين، بلشت الملف قضية ملاحقة الصرافين لحظة إصدار المدعي العام التمييز القاضي غسان عويدات قرار بملاحقة الصرافين وعمموا على الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية بهذه الحالة بلشت باشرت بملاحقة الصرافين، وقت طلع حضر القاضي نائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لائحة طويلة تتضمن حوالي 40 اسم من كبار الصرافين، وبدأت ملاحقتهم وتحقق معهم التحقيقات الأولية لدى بعض الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، وتحول الملف لعند القاضي التحقيق الأول القاضي شربل أبو سمرة. خلال التحقيقات بعد ما عين جلسة كانت ب 21 شباط أسبوع الماضي، تبين من خلال التحقيقات ومراجعة الملفات أنه في بعض الصرافين يعني بعد انتهاء التحقيقات أخذ قرار بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق كل من علي نمر الخليل وبحق عيسى كانج، وهن مقربين من بعضهم، وبحق شخص ثالث، وكان في شخص رابع كمان مطلوب على بده يتعين له جلسة جديدة لأنه كان ما حضر وقته. وتقريبا حقق القاضي مع حوالي 18 شخص صراف، وتبين كان في بعضهم دعا عليهم بيتهم تصريف الأموال بطرق غير شرعية، وبعضهم اللي حديت هيدا اللحظة موقفين على أساس ينعطى يعني بعد ما أصدر مذكر توقيف وجاهية وغيابية بحقهم، كان على أساس أطلق سراح لبعض منهم يعني الباقي الصرافين الموجودين بكفالة بتتضمن بين 80 مليون ليرة و 900 مليون ليرة. بس الهيئة الاتهامية رفضت هذا الموضوع واستأنفت وقررت انه هي ما بدأت تخلي سبيلهم، وهذا بدل انه في قرار يعني القضاء مصر على معاقبة هول الاشخاص، خاصة بعد ما اعترف الكبار الصرافين انه هن يعني كانوا عم يتعاملوا بمليارات الليرة اللبنانية خلال النهار، يعني كانوا عم يقدموا لمصرف لبنان، المصرف المركزي وهول الامور. بس اليوم اللي بنشوفه حسين انه المصرف المركزي بعده عم ياخذ من السوق السوداء، وبعده عم ماشي الوضع طبيعي، والدولار بدل ما نحن يعني كل العالم تهيأت انه لحظة القبض على كبار الصرافين دولار حيرجع لمساره الطبيعي أقله أو ينزل، بس نحن شهدنا بأسبوعين تقريبا طلع الدولار أكثر من 20 أو 30 ألف ليرة. سؤالي لك، كبار الصرافين يلي قلتي عنهم يلي هني صاروا معروفين عند الرأي العام اللبناني، عيسى كانج وعلي نمر الخليل، هؤلاء الأشخاص عم بيقولوا كانوا يأمنوا بالنهار ملايين الدولارات للمصرف المركزي، يعني قدرنا نعرف من خلال التحقيقات من وراء هؤلاء وليش المصرف المركزي ما تحاسب؟ وهون كيف العالم بدأت تتهم انه المصرف المركزي قال لحقهم وهو بنفس الوقت عم ياخذ منهم مصاري؟ هلا اليوم من الواضح انه نحن اذا بدنا نحكي عن الصيرف الغير شرعيه هي شبكه طويله عريضه، وانا بقدر رجح انه هن مدعومين يعني في وراهم حدا، بس صدر القرار بسحب ايدهم منهم، يعني كانوا مثل ما فينا اذا فينا نعتبر شوي هن ككبش المحرق بهذا الموضوع. بس نحن بنشوف يعني اللافت بالموضوع انه القضاء مصر على معاقبتهم، حتى ببعض التحقيقات تبينوا من إفادات بعض الأشخاص اللي كانوا يعني اللي ألقوا القبض عليهم
او يلي معظمهم سلم نفسه، لانه اللائحه يلي حضرها القاضي علي ابراهيم تسربت بطريقه غير معروفه يعني، وعرفوا الصرافين، ففي منهم هرب امواله، في منهم طلعوا عنده محل محمصه، في منهم طلعوا عنده محل البسه، محل احذيه، يعني طلعوا عندهم تجارات عاديه. لما اجوا بالتحقيقات قالوا نحن كنا عم نجمع دولار لانه نحن بحاجه لنجيب بضاعه لمحلنا بشكل يومي. حتى في بعض الأشخاص تبين معهم عندهم يعني قيمة بقلب مبالغ مالية بقلب بيوتهم، ما بتعتبر إنه هو صراف غير شرعي. يعني إذا نحن فيك تحسبها وديعة، واحد ساحب وديعته وحاططها بالبيت مثل ما كتير عالم بتعمل، بس اليوم اللي منشوفه لا، هي شبكة كبيرة متجذرة إذا فينا نعمل. في تشدد من ناحية القضاء بالإبقاء على هؤلاء لهلأ، هن موقوفين في متوارين، في واحد منه متواري عن الأنظار بس هلأ اسمه راح من بالي، بس في البقايا هو أصدرت بحقه المذكر التوجيه الغيابية، أما البقايا بعضهم موقوفين بقلب قصر العدل، وبده يرجع هلأ أعيد الملف مرة تانية للقاضي شربل أبو سمرة لإعادة النظر فيه. وهن كمان بلشوا يطلبوا، يعني وكلاء الموقوفين بلشوا يقدموا طلبات إخلاءات سبيل، من المفترض هيدا الطلبات تتحول على النيابة العامة لتشوفها، وهلأ مرجح أنه هي حترفضها مثل دائما، يعني هي بترفضها ما بتقبلها لطلبات إخلاء السبيل، ومنشوف شو ممكن يصير. بس لأن احنا بنقدر نحكي يا حسين انه نحن اللي عم بدي اسالك اياه، طب انه لكن مش هودي هن الصرافين بس الكبار، بعد في غيرهم كتير، لكن نحن فينا نعتبر انه هول كبار الصرافين حسب ما قالوا، بس يبدو في غيرهم، هيك الواضح يعني يبدو في غيرهم كتير، وهول كانوا بلشوا. يعني ممكن نحن نقول اذا بدنا نتفائل شوي، هيدي المرحله الاولى، يمكن يكون في مرحله تانية يرجعوا يلقوا القبض، خصوصا انه من حوالي كم يوم كمان الاجهزه الامنيه القت القبض مره تانية على صراف تاني يعتبر من كبار الصرافين، وبدو يتعين لهم جلسه يعني. فهي هي اليوم مصرف لبنان المركزي بعده عم بيأمن دولاراته من هؤلاء الصرافين؟ لا هلا هني موقوفين، لا من الصرافين، يعني من الصرافين اللي في الشوارع تقريبا، من السوق السوداء حسب ما انا يعني عم نشوف انه تقريبا هو بحاجه ل 40 45 مليون دولار بنهار الواحد، عم يتأمنوا من السوق السوداء، يعني تعتبر منا هالمبالغ يعني مبالغ خجوله نوعا ما قدام مصرف المركزي، فعم يتأمنوا ماشي الحال، والدولار عم نشوفه بعضه عم يطلع بطريقه غير مبرره يعني. فهيدا من خلال يعني انت تقصيك لهيدي الحركه القانونيه تجاه هؤلاء الصرافين، برايك يعني شو استشفيتي؟ كل ايمتى بيعملوا هيدي الحمله؟ حملة من القضاء. هلأ هيدا ما فينا نعتبرها حملة من القضاء، لأنه القاضي غسان عويدت قال إنه هو بده يعني قرر بإصدار قرار، وكان يعتبر قرار جيد يعني بملاحقة، لأنه هو عطى شوية أمل للبناني إنه ممكن بهيدي الطريقة إذا ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الصرافين ينخفض الدولار، وهيدا يعني ما يتمناه اللبنانية كلهم يعني بشكل يومي. ففينا نعتبره هالقرار جدا إيجابي، ما فينا نشوفه إنه هو مثلا قرار ممنهج أو بيحو مسيئ، لا أبدا، أنا بشوفه قرار إيجابي جدا صراحة، وضروري يتلاحق أصلا من زمان مش من هلأ يعني، بس هلأ طالما انتشرت الأسماء وخاصة بآخر فترة، يعني نحن قدام أي شخص بيجي بتقوله مثلا هل تعرف الشخص علي الله، بيقلك إيه علي نمر الخليل، معروف من غلال رسائل صوتية يعني، معروف وقلهم أسماء يعني خاصة معروفين بين بعضهم البعض، مجموعات صح. وهن لما طلع هذا القرار نحن شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي كيف بلشوا يهربوا من قلب تليجرام، من قلب الجروبات اللي كانوا موجودين فيها، ويتواروا عن الأنظار، وقسم منهم هرب، إذا بدنا نعتبر هرب أمواله، ورجع إجا سلم نفسه. طب اليوم مفاعيل هيدي الحملة يعني هل هي سلبية أم إيجابية برأيك؟ أنا بلاقيها إيجابية يعني من الضروري، رغم أنه ارتفع ارتفع، هون بدنا نرجع نشوف فيه، بدنا نلاقي يعني حل تاني، او بدنا نشوف يعني ينتقلوا يمكن لمرحله تانية، يرجع يلقوا القبض على بعض الاشخاص. يمكن نحن بالاسم يعني حسين بنعرف علي نمر الخليل او ما يعرف بعلي الله معروف، بس نحن يمكن في وراء علي نمر الخليل في يمكن 100 غيره نحن ما بنعرفهم، بس نحن وقت ضجت الدنيا بهيدا عن طريق الاستقصاء بهيدا الاسم ونعرف يمكن يكون في وراء 100 يعني ما بنعرفهم نحن، فبدنا ننتظر القضاء شو ممكن يتجه لأي قرار، أو إذا ممكن نشهد إصدار قرار جديد يقضي مثلا بملاحقة أو إلقاء القبض على العديد من الصرافين نحن ما بنعرفهم. لمست من مصادرك القضائية أنه هناك إصرار على إعادة
يعني ايجاد هيدي اعاده اطلاق هيدي الحمله مجددا؟ هلا لحديت هيدي اللحظه عم ينعمل عم يستكمل التحقيقات مع هول الصرافين، ولحديت هلا ممكن مثل ما قلت لك هسه ممكن نرجع نشوف مرحله تانية من هيدا الموضوع، ونحن بانتظار القضاء يعني شو ممكن يقرر على هيدا الموضوع. شكرا لك الكاتبة في الشؤون القضائية والقانونية فرح منصور في جريدة المدن الإلكترونية. طبعا نحن هيدا الملف حبينا نضوي عليه اليوم، خصوصا مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار رغم هذه الحملة الأمنية على الصرافين، ورغم اختفاء كثير من الصرافين من الشوارع وحتى من مجموعات الواتساب ومجموعات التليجرام يلي كانوا موجودين فيها. يعني العدد الصرافين لكن سعر صرف الدولار ارتفع. نحن في انتظار ما ستصدره الأجهزة المعنية الأمنية والقضائية فيما يخص الحملة الثانية على هؤلاء الصيارفة. شكرا لكم ولمتابعتكم، سنوافيكم بكل جديد على كل صعيد بإذن الله تعالى.